السلام عليكم. صباح النور. شهر رمضان مبارك سعيد على الأمة الإسلامية جمعاء. اليوم كنت واجدو بمدينة تطوان معنا واحد الحالة إنسانية. سي الصديق الحيط. صباح النور سي الصديق. صباح الخير خويا مرغب. تحية الأستاذ ديالنا مرحبا. الله يبارك فيك. أنت مزيان بخير؟ كلشي بخير والحمد لله. اللهم لك الحمد. أنت خير كلشي وكل الحمد لله. الله يكثر خيرك السي الصديق. جينا عندك اليوم إن شاء الله بحول الله كنحاولوا إن شاء الله نشدوا المحسنين باش نلقاو لك شي حل. لان كما قلت لي في الكواليس على انك ما كتملك لا سكن ولا ما عندكش يعني موارد العيش، يعني ما كتلقاش ما تاكل، ما كتلقاش باش تشري. السلام عليكم. احنا كنتوجدوا مع السي الصديق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السي الصديق يمكن لك تعرض لينا هذه الحاله الماساويه اللي كاينه؟ مرحبا. كيفاش كتدوز نهار؟ كيفاش كتمشى في الشارع؟ كيفاش كتعيش مع الناس؟ كيفاش يعني عاود لينا كيفاش غادي نمشي مع الناس؟ واحد يقهرك، واحد يعطيك، واحد ما يعطيك، والله يحسن العون. هذا الظروف احنا ما نقولوش ما يعطيوناش، لا يحسن العون. واحد يعطيك واحد ما يعطيك، على حيت الجائحه الكورونا راه صعب الحال. ومع المخزن تيقول لك دخل داخل وارجع داخل حنا تشوف. دابا نتوما جيتوا لعندي الله يكثر خيركم، الا عاونتوني الله يحمي الوالدين، ولا عاونوني محسنين الله يحمي الوالدين. خصني عيما السكن وخصني عيما ناكل ونشرب ونكسي راسي والحمد لله. فوقاش انتينا على هاد الحالة هادي؟ انا دابا هادي خير ربي، عندي ما نفسر لك. قبل ما تموت الوالدة وانا عايدة، عامي توفات الوالدة كنت في الجبل في دار الوالد. صافي تزوج الخاوة خرجت، من تزوج الخاوة خرجت لتطوان. انا خرجت ديرك من الله وما نطلبها ولا نمشي نسرق، ما احسن نمشي نطلب وناكل. شي اللي غادي تندير عندي ما ندير مغيب. دابا منين يعني هاد الدار هادي ديال الخال ديالي، العائلة الخال ديالي عاطياني كتما تيرزق عليا الله. من يرزق عليا الله غنمشي بحالي، ما رزقش عليا الله انا مع تنحي الله. تيدير ربي تا ولدي الله خير. دابا كيعاونك شي حد حاليا؟ رمضان اللي جالس عاونوني، رمضان هذا ما عاوني تا واحد. من غيركم نتوما اللي عيطتوني، باقي ما عيطت لي تا واحد. شنو هي الرسالة ديالك اللي كتخدمها للمواطن؟ الرسالة ديالي اللي كنخدمها لخوتي المغاربة داخل الوطن وخارج الأفراد، هي عاونوني، ما عندي صحة الخدمة. سكينة. سكينة، ما ناكلش شراب. شي زالير في الشهر ديالك؟ مثلا عندي شي لاسنين. أنا ما عندي شكون نطلب من غير الله والمحسنين، من غير الله اللي تسمع ونقول بالرحمة، من غير هذا ما عندي شكون نطلب. ومن ناحية ديالين ديالك شحال هادي وأنت كدير العمليات؟ أنا درت ثلاثة د العمليات. شحال هادي؟ درتها شهر خمسة، شهر شي ثلاثة شهور وقيلا عيدك مثلا. جيت لهنا صافي مي درت لعندهم كوزت وهذا، قالوا لي العملية الأخرانية إما وإلا، إما تنجح إما تخسر. صافي أنا دخلت معايا زيت الخوة ديالي الله ما عين وحدة ولا تا وحدة. إلا كون غادي يمكن في الكروسة في الصحة اللي باقي تمشي على رجلاتي، باقي تنطلب الضو ديال الله. أنا أرمي نعدم أكي لا لا أم لا غادي يدير لحد الناس لا خطيك لا غادي كاين الا الله وحده. انتم تشوفوا كل شيء على عينكم، خبعنا عليكم والو. اذا متتبعي ايمان باربان كتخ دائما من مدينه تطوان، كنتمنى الكلمه ديال هذا السيد هذا توصل قلوب الرحمه. يا اخواني اي واحد باغي يحج، ها هو الحج قدامنا، ها هو الحج قدامنا متتبعينا الكرام. خوتي مغاربة تضامنوا مع هاد السيد وتعاونوا مع هاد السيد لله في سبيل الله. اتصلوا وقلبوا، ها هو السيد في مدينة تطوان. قول لنا الحي بالضبط السيد. حي الناسيم الصومال، حي الناسيم في تطوان، حي الناسيم. حي الناسيم. كنتمنى ان شاء الله يكون خير، وشكرا لك بزاف ملي استقبلتينا في الدار ديالك ورحبتي بينا. واخا هي ماشي الدار ديالك ولكن راه بحال الدار ديالك اللي جينا عندك. شكرا لك بزاف، كنتمنى لك ان شاء الله الشفاء العاجل في اقرب وقت والله يجازيك بالخير. شنو هي الكلمه اللي بغيتي تقدم للمنبر فانكاتر اللي جات عندك من طنجه لتطوان؟ تنشكرها وتقول لهم الله يرحم الوالدين على راسي وعينيا
توما داروا المجهود ديالهم وداروا الخير ديالهم وداروا العمل مبادرة. وما نساوش السير المرابط. وما نساوش السير المرابط الأستاذ ديالنا. أنا واخا ما عيطليش أنا غادي نعيط له تعال نرجعو نفكرو ونجي لعندو مرحبا ويجي لعندي تيتوان مرحبا ندير داري ودير هادي واخا يجي لعندي داري مرحبا أجي لعندي ثلاثة بيكم كلشي بيكم مرحبا ألف مرحبا ما عنديش مشكل أنا مادام بيا اللي يجي لعندي يفرحني ويهضر معايا علاش مثلا باش ما نمرضش إنسان مي تيجي لعندو وحيد ويستضيف معاه ويضحك معاه تياس كيبقى مرتاح مرحبا ألف مرحبا وتناش خوتي المغاربة اللي شاف واللي هادف باغي يتعاون ما عنديش صحة صدمة السلام عليكم. إذا لمدة تبعي من بار بانكات خلا هنا سننهي هذا الروبورتاج دائما مع السيد صديق من مدينة تيتوان. نضرب لكم الموعد في المرة القادمة إن شاء الله في أمان الله. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.